فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل تعلم الحكمة من تقديم عيسى عليه السلام على موسى عليه السلام في سورة التين، حيث إن موسى جاء قبل عيسى؟ الله أعلم أن تقارب الزمان، لأن الذي يلي محمد صلى الله عليه وسلم هو عيسى، الذي يلي محمدا من الأنبياء هو عيسى. ليس قال صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بابن مريم، ليس بيني وبينه نبي. نعم.